بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الكفارة كفارة القتل إذا كانت على جماعة اشتركوا في القتل خطأ فإنها لا تتبعض، أي لا تقسم على الأفراد، فيتحمل كل منهم قسما منها، وإنما على كل واحد كفارة كاملة، على كل واحد منهم كفارة كاملة. فلو اشترك اثنان في قتل شخص خطأ وجب على كل واحد منهم كفارة مستقلة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا معنى قوله الكفارة لا تتبعض، خلاف الدية فإنها تتبعض، إذا قتله جماعة خطأ فإنها تقسم بينهم الدية بالأجزاء. نعم، كل واحد يتحمل بقدر نسبته في القتل. نعم. إذا كان من الشركاء يعني أحد الشركاء هو القتيل نفسه، شارك في قتل نفسه، فإنه عليه كفارة مثله مثل شركائه، لأن الله أوجب الكفارة على القاتل وهو قاتل لنفسه. نعم. وأما الدية فهي ثلاثة أركان، أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب الدفوع على عاقلة المقتول بورثته. نعم. وهذا يبني على إحدى الروايتين، لأن إذا المرء على نفسه خطأ تحمل عاقلته. نعم. والوجه الثاني أن ما قابل فعل المقتول هجر لا تحمل له العاقلة ولا غيرها، ويجب الدفوع الباقيان على عاقلة شريكه. وهذا يبني على رواية الكفار، لأن جنازة الإنسان على نفسه بدر. والثالث أن يروى فعل المقصود في نفسه، وتجب فيه في إحكامها على عقلة الآخرين. نعم. مسألة، وإن كان أكثر من ثلاثة فالدية تحال له في أموالهم، هذا هو الصحيح من المثل. نعم. سواء كان المقصود منكم على ما يستخدم، والذي يلزم
اللي بعد هذا شوف اللي بعد هذا تفريعات ما لها طائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القسامة. قسامة جمع قسم وهي الأيمان المتعددة في قتل عمد، وذلك أنه إذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله ودعا أولياء القتيل على شخص أنه هو الذي قتله بدون بينة وبدون اعتراف، وإنما هم اتهموه وطالبوا بالقصاص منه. هذا موضوع القسامة، إذا قتل قتيل وجهل قاتله وادعى أولياؤه على شخص أنه هو الذي قتله ولم يكن هناك بينة تثبت قولهم، ففي هذه الحالة حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقعت هذه الحادثة في عهده صلى الله عليه وسلم، وادعى أولياء القتيل على شخص من اليهود أنهم قتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على واحد منهم أنه قتله فندفعه لكم برمته. فقالوا: كيف نشهد ونحن ما رأينا ولا حضرنا؟ فقال: تبرئكم اليهود 50 يمينا. قالوا: أي ما قالوا قوم كفار، يعني فلا نقبل أيمانهم. فعند ذلك وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. فهذه هذا أصل القسامة من السنة. فيطالب المدعون أن يحلفوا 50 يمينا على هذا الشخص الذي ادعوا أنه القاتل، يحلف كل واحد يحلفون 50 يمينا توزع بين أولياء القتيل حسب عددهم، فإذا حلفوا وجب القصاص، لأن هذه الأيمان تقوم مقام البينة. وإذا أبوا أن يحلفوا ردت الأيمان على المدعى عليه، فيحلف 50 يمينا أنه ما قتل هذا الشخص فيبرأ من القصاص، لا قصاص عليه ولا مسؤولية. هذه هي القسامة، ويشترط لها شروط 4. أولا أن تكون في قتل عمد، أما قتل الخطأ فلا تقام فيه القسامة. الشرط الثاني أن تكون الدعوة على شخص معين، ما يقولون قتله واحد من الجماعة الفلانية، واحد غير معين ما تقبل، لازم يعينونه يقولون فلان، يقول صلى الله عليه وسلم على واحد منهم يعني بعينه. الشرط الثالث أن يكون هناك قرينة، وهي العداوة بين القتيل والقاتل، يكون بينهم عداوة معروفة، وهو ما يسمى باللوث، واللوث معناه العداوة. أما إذا لم يكن بينهم عداوة ولا عرف بينهم عداوة فلا تسمع هذه الدعوة، لأنه ليس لها سبب ولا قرينة. نعم يأتي. نعم. القسامة إذا كثرت، يعني فمعناها أنها جمع يمين. نعم. يقال قسامة على وجه مبالغة،
فيها ما روى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن حنفه وراجل في قليل المحيصة محيصة ارفع صوتك شوية نعم ابن عبد الله ابن نعم عبد الله بن سعد حضر خيبر فتفرق من مهدي فقتل عبد الله بن سعد فاتهم اليهود به فجاء اخو عبد الرحمن وابن عمه حويصة الرمة هي القلادة التي تكون في رقبة البعير ينفع لكم برمته يعني بقلادته شبها بالبعير نعم قال فتبركم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قالوا كفار البلدان قال ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لما لم يحلف المدعون خمسين يمينا ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم سقطت القسامة لكن لما كان القتيل مؤمنا فلا تهدر النفس فوداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال لأن النفس المعصومة لا تهدر لا بد من ضمانها بالدين نعم فإذا لم يعرف قاتلها فإن ضمانها يكون على بيت مال المسلمين ولذلك وداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال نعم مسألة ومتى كان القتيل فادعى أولياءه على رجل قتله هذا موضوعها فمتى إلى آخره هذا موضوع القسامة نعم فمتى وجد نعم مسألة فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله نعم وكانت بينهم عداوة ولوة هذا الشرط الأول أن يكون القتيل مجهولا أن يكون القاتل مجهولا لا يعرف والشرط الثاني أن تكون ثقة العمد والشرط الثالث أن تكون الدعوة على واحد معين نعم والشرط الرابع أن يكون بينهم عداوة يعني يكون هناك قرينة على صحة الدعوة وهو ما يسمى باللوث يعني العداوة نعم كما كان بين المسلمين واليهود لأنه معروف بين المسلمين واليهود عداوة نعم أقسم الأولياء على واحد منهم تكون الدعوة على معين منهم ما تكون على مجهول نعم 50 يمينا نعم واستحقوا دمه استحقوا القصاص إذا أقسموا 50 يمينا أن هذا الشخص هو القاتل فإنه يقتص منه لأن هذه الأيمان تقوم مقام البينة نعم إذا نالت الدعوة عمدا أن تكون الدعوة في قتل عمد فإن كانت في قتل خطأ لا تقام القسامة نعم فإن لم يحلف الله على المدعي عليه 50 يمينا ويودى يعني تدفع ديته من بيت المال نعم ودليل هذه المسألة جميعها حديث سهل ودليل هذه المسألة جميعها نعم ها؟ حد
اي نعم وبريء. مش فيه اذا حلف المدعى عليه 50 يمين ما صار عليه شيء. نعم. ها يودى يصح هذا وهذا يصح يودى ويصح انه بريء. نعم كلاهما صحيح يعني بريء ويودى. نعم. ودليلها من المسألة جميعها حديث سهل بن أبي حكمة وآخر بن خديج. نعم. الذي سبق دليل هذه المسألة حديث الحديث الذي سبق في أول الباب في قصة حويصة ومحيصة عبد الرحمن. نعم. ولأن له لكان بعد الأنصار فإنه قالوا ليس لبعثكم بخيبر قالوا اليهود. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ولما لم تكن الدعوة عند لأنه قال تحلفون 50 يمينا على رجل منكم يدفع بأمته. نعم يقولون لأن القسامة جاءت على خلاف الأصل فيقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد أنها في قتل عمد، الذي ورد أنها في دعوى قتل عمد فلا يدخل فيها قتل الخطأ لأنه لم يرد به دليل. القسامة جاءت على خلاف الأصل. نعم. وهما الحمد الذي يكبر به من عليه قال به. نعم. تحلفون وتستحقون لمصاحبكم. نعم هذا يدل على أنه عمد، دعوة في عمد. نعم. وإنما أراد المدن القاتل ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد ويثبت بها قول البينة. ماذا إذا حلف المدعون؟ نعم. فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبين. نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفيكم يهود بأيمان 50 منهم. نعم. أن يتبرعون منكم وفي لهم فيحلفون 50 يمينا ويتبرعون من دمهم. وفي لهم فيحلفون 50 يمينا ويتبرعون من دمهم. نعم. وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية الكفار أنهم يحلفون ويغيبون الدية. نعم. فقوله أصحاب القرية ووجهه قول عمر وحديث سلمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم. والأول أولى لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق اليهود وإنما أداها بجنده. نعم. ولأنها المال مشروعة في حق المدعى عليه في حق المدعى عليه فتبقى منها كسائر الحقوق. نعم. مسألة فإنك المدعى عليهم عن اليمين عليهم الدية. نعم. فإنك المدعى عليهم عن اليمين علي المدية. نعم. وعنه رواية أخرى أنهم يلبسون حتى يلبوا. والأولى إذا توجهت الأيمان على المدعى عليهم أبى المدعون أبوا أن يحلفوا توجهت الأيمان على المدعى عليهم إن حلفوا فإنهم يبرؤون وإن لم يحلفوا فإنهم يحبسون حتى يحلفوا لأنه حق يجب عليهم ونكلوا عنه فيحبسون حتى يحلفون حتى يحلفوا. نعم. وعنه رواية أخرى أنهم يحبسون حتى يحلفوا. نعم أول مسألة فإنك لم تدع عليهم عن اليمين عليهم كفيلا. نعم. وعنه رواية أخرى أنهم يحبسون حتى يحلفوا. نعم. والأولى أنهم لا يحبسون لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان. لكن يتحمل الدية لأن نقول دليل على أنه مسؤول عن هذا القتل. نعم.
ولا يجب القصاص لأن الدخول حجه ضعيفة فلا يتبرأ بها الدم كالشارح واليمين. لا يجب القصاص إلا إذا حلف المدعون 50 يمينا، أما عدم حلف المدعى عليهم فلا يوجب القصاص لكن يوجب الدية أو الحبس حتى يعلموا. نعم. قال القاضي: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا القتيل من بيت المال لما لم تحصل القسامة، لم تقم القسامة لعدم توفر شروطها. نعم. لأنه كان وجب الامتناع اليمين في القسامة فكانت الدية لبيت المال كما لو امتنع المدعون منها نص عليه أحمد. لأن القتيل لا يهدر. نعم. وقال ابن الخطاب في رواية أخرى أن الدية تجب عليهم. أفضل. نعم. لأنه على خلاف ما ورد، الرسول تحملها ولم يلزم بها المدعى عليه. نعم. وقال ابو الخطاب في روايه اخرى ان الدية تجب عليهم لانه حكم ثبت بالدخول فيدخل في حقهم ها هنا في دخول فساد الدعاوى. واضح، لان الرسول لم يحملهم اياها لما نكلوا، لما لم يحلفوا لم يحملهم اياها. نعم. مسألة: فإن لم يحلفوا المدعون ولم يرفعوا بيده المدعى عليه وداروا الإمام بيت المال بدليل حديث سهل بن حسان حين أبى أهله أن يعرفوا ولم يقبلوا المال لأبوه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فراه ثلاث ايام وداه. نعم. مساله: ولا يفسدون على اكثر من واحد. لا يختلف المذهب في ذلك. هذا من الشروط انه تكون الدعوه على واحد معين. نعم. هل لما لو قالوا اقتله فلان وفلان اقسموا على عده اشخاص لم تسمع الدعوه، لان الحديث انما جاء واحد معين لا على أكثر من واحد. نعم. مسألة: ولا يفسدون على أكثر من واحد لا يختلف المذهب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رقم منهم فيدفع برمتهم. وهذا يكون شرطا خامسا، تكون الدعوة على واحد لا على عدة أشخاص. نعم. خص بها الواحد. نعم. ولأنها بينة ضعيفة خلق بها الأصل لفقد الواحد فيقتصر عليه بقاء على الأصل فيما عداه. لأن القسامة جاءت على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الدعوة أن اليمين على المدعي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد أن يأتي المدعي ببينة وهي الشهود، وهنا جعلت الأيمان مكان الشهود فهي خلاف الأصل. نعم. وأيضا هي خلاف الأصل لأن الأيمان جعلت على المدعي والأصل أن اليمين على المنكر على المدعى عليه، ففيها مخالفة للأصل الشرعي، لذلك يقتصر على ما وردت به وبالشروط المذكورة من باب التضييق في هذه القضية. تضييق في هذه القضية. نعم. ولأنها بينة ضعيفة خلق بها الأصل بفقد واحد يقتصر عليه بقاء على الأصل فيما عداه. نعم. ولا تخفى مخالفة الأصل. نعم. فإنها تثبت بالنظر العداوة. العداوة يعني. نعم. شبهة تبرز على القول صدقا بالدعي. نعم. والقول يسقط بالشبهات ولا يثبت بها. وهذا من مخالفة الأصل، أن القول في الأصل يسقط بالشبهات، وهنا لم يسقط مع وجود الشبهة. نعم. وقال
مسألة وإن لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمين واحدة وبينه. رجع للأصل، يرجع للأصل. إذا لم يكن هناك عداوة بين من ادعي عليه القتل وبين القتيل فترجع إلى سائر الدعاوى، يطلب من المدعي البينة، فإن لم يأتي ببينة يطلب من المدعى عليه اليمين، بينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. فمتى لم يكن لم يعرف المدعى من ابتداءه بغير خلاف عن النار بين أهل العلم؟ نعم. وهل يعرف المدعى عليه على روايتين إحداهما يحدث بعموم قوله عليه الصلاة والسلام واليمين على المدعى عليه؟ نعم. ولأنها دعوة بحق آدمي فيستحضر فيها الدعوة بالمال. نعم. والرواية الأخرى لا يحدث ويقلى سبيله سواء كانت الدعوة قمرا أو عمدا، لأنه يكون بدن وبدن هذه الأشياء لا يصح. نعم. فلا تكون يمين حقا للمدعى عليه. ولأنها دعوة لا يكون فيها بدن فلا يستحق فيها بدن. نعم. والأول هو أصح لما وقعت العلومات والأصول. نعم. وإذا قلنا بمشروعية اليمين فهي يمين واحدة كسائر الدعاوى. نعم. لأنها يمين يعرضها الطالب والأصل فلم تغلق كما في سائر الدعاوى. وفي قول الشافعي يحدثون 50 يمينا، فإن ادعى على جماعة هل يحدث كل واحد منهم 50 يمينا أو تقسم بينهم على قولين؟ لا تسمع على جماعة، القسامة لا تسمع على جماعة، وإنما لا بد أن تكون على واحد. نعم. كتاب الحدود. كتاب الحدود انتهى من الجنايات وبعده كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعاً، عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. قولهم عقوبة مقدرة يخرج التعزير، فإن التعزير عقوبة شرعية لكنها غير محددة، غير محددة كما يأتي. شرع الله سبحانه وتعالى الحدود زواجر عن الجرائم، وحماية لحقوق المسلمين، وردعا للمجرمين. وجاءت الحدود في الضروريات الخمس، ضروريات الخمس لحفظها وحمايتها، وهي حفظ الدين وذلك بقتل المرتد، وحفظ النفس وذلك بالقصاص، وحفظ العرض وذلك بحد الزنا وحد القذف، وحفظ المال وذلك بحد السرقة. وهناك حد سادس وهو حفظ الأمن، حفظ الأمن وذلك بحد قطاع الطريق، حد قطاع الطريق. وقطع الطريق سرقة، سرقة كبرى يسمونها السرقة الكبرى. فهذه الحدود شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ الأمن والاستقرار، وحفظ الدين والنفس، حفظ الدين والنفوس والأعراض والأموال، حتى يعيش الناس في أمن وراحة وهدوء، ويتمكنوا من عبادة ربهم ومن طلب الرزق، ويأمنوا على
على أنفسهم وعلى محارمهم وعلى أموالهم، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى، وفي إقامتها مصالح عظيمة للمجتمع، ومنع للجرائم. فالبلاد التي تقام فيها الحدود تعيش في أمن واستقرار كما في هذه البلاد ولله الحمد. والبلاد التي عطلت فيها الحدود صارت فوضى ونهبا وسلبا وخوفا وقلقا واضطرابا، لا يأمن الناس فيها على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. فالذين يقولون إن الحدود وحشية وهم الكفار الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إنه يقيم الحدود وفيها وحشية، ومن يترضاهم من كتاب المسلمين، ترضى الكفار ويحاول إنه يعتذر عن الإسلام، كأن الإسلام يعني مخطي في هذه الحدود فيعتذر عن الإسلام ويجمع لها أعذارا باردة. الواجب أن نكون صرحة، ما نكون الإسلام ما يحتاج أن يعتذر عنه. الإسلام ولله الحمد دين الحق، وما عداه فهو دين الباطل، فكيف نعتذر عن الحق ونعتذر إلى أهل الباطل ونترضاهم؟ هذا أمر لا يجوز، هذا اتهام للإسلام يعني. هذا الاعتذارات اتهام للإسلام بأنه مخطئ وأنه مرتكب لشيء يعتذر ويستحيى منه. الواجب أن نكون صرحة. ثم أيضا هؤلاء الذين يقولون إن في الإقامة الحدود وحشية، ينسون وحشية المجرم ويرحمون المجرم ولا يرحمون المعتدى عليه، يرحمون المعتدي ولا يرحمون المعتدى عليه. ما هذه الرحمة؟ رحمة للمعتدي المجرم، وأما المعتدى عليه المسكين هذا لا يرحم؟ ما هذه الرحمة؟ هذه ليست رحمة، وإنما هذه هي الوحشية في الحقيقة. رحمة المجرمين هذه هي الوحشية، أما عقوبة المجرمين فهذا هو العدل وهذا هو الرحمة. ولذلك الحد الذي يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 يوماً أو 40 خريفاً، حد واحد لما يترتب عليه من المصالح العظيمة ونصرة الحق وقمع الباطل وإقامة العدل واستتباب الأمن. هذه الحدود من فضائل الإسلام ومحاسنه، ليست مآخذ كما يقول الكفار وأذناب الكفار، ليست مآخذ على الإسلام، وفيها الرحمة وفيها العدل وفيها الأمن والاستقرار، فهي رحمة حتى لمن تقام عليهم. الحدود رحمة على من تقام عليهم، لأنها تمنعهم من الوقوع في المستقبل في مثل هذه الجرائم، ولأنها تكفر عنهم، على رأي بعض العلماء تكفر عنهم الإثم الذي ارتكبوه. فبعض العلماء يرى أنها جوابر، بمعنى أنها تكفر عن هذا المعتدي، إذا أقيم عليه الحد يكفر عنه هذا الذنب، لأنه نال العقوبة في الدنيا. ولكن الجمهور على أنه لا بد من التوبة، الحد لا يكفي في تكفير الإثم عنه، لا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتب فله عذاب في الآخرة أيضا. قال تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. الحاصل أن هذه الحدود رحمة من الله وعدل من الله سبحانه وتعالى، ومصلحتها ظاهرة لا يكابر فيها إلا إما عدو للإسلام وإما جاهل لا يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي حكمه سبحانه وتعالى.
نعم. كتاب الحدود مسألة، ولا يجب الحمد إلا على مكلف. نعم. ولا يجب الحمد إلا على مكلف عالم بالتحريم. نعم. لا يجب الحد، يعني يجب الحد، يجب بشروط، الحد يجب بشروط. الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة مكلفا، يعني بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا لم يجب عليه حد، بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصغير حتى يحتل. أن يكون وإن كان كبيرا لكنه غير عاقل، مجنون أو معتوه، لم يجب عليه حد، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أن يكون بالغا عاقلا. الشرط الثالث أن يكون عالما بالحكم، عالما أن هذا الشيء محرم، فإن كان يجهل يظن أنه حلال فإنه لا يقام عليه حد، كما لو زنى يظن أن الزنا حلال لأنه ما نشأ في الإسلام ولا عرف ولا سمع القرآن ولا، فهذا يعذر بالجهل حتى يعلم، فإذا علم ثم ارتكب الجريمة بعد العلم يقام عليه الحد، فإذا كان مثله يجهل يعذر، أما إذا كان مثله لا يجهل، أن كان يعيش بين المسلمين، موجود بين المسلمين، هذا لا يعذر بالجهل. أما إن كان يعيش في بلد منقطعة عن بلاد المسلمين ثم أسلم وبعد إسلامه ارتكب جريمة توجب الحد لكنه لا يعلم أن هذا الشيء الذي ارتكبه حرام، فهذا يعذر بالجهل. نعم. فلا حد عليهما إذا زنيا. نعم. لما قال علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي. وقال علي بن حسن صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: وليس فيه بأس. إذا ثبت هذا فينبغي أن يكون عالما بالتحريم. وقال عمر وعلي: لا حد إلا على من علم. لا حد إلا على من علم. أما من كان يجهل ومثله يجهل هذا فإنه يدرأ عنه الحد بالجهل. نعم. فإن دعا السائل الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو الناشي ببادية قبل قوله، الناشي بالإسلام يعني إسلامه جديد، أسلم وارتكب شيئا مما يوجب الحد بعد إسلامه، ومثله يجهل هذا الشيء لأنه نشأ في بلاد الكفر أو في بادية منقطعة عن الإسلام عن المسلمين، هذا يدرى عنه الحد بالجهل. أما إذا كان مثله لا يجهل يعيش بين المسلمين فهذا لا يقبل دعواه الجهل. نعم. وإلا فلا يقبل. نعم. لأن تحريم الزنا لا يخفى على ناشئ ببلاد الإسلام. نعم. لأن تحريم الزنا واضح في القرآن الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فنص على تحريم الشرك، تحريم القتل بغير حق، وتحريم الزنا.
كذلك الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكذلك القذف صريح في القرآن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذه صريحة في القرآن، من يسمع القرآن أو يقرأ القرآن يعرف أنها حرام. إنما الذي يعذر هو الذي ما سمع القرآن ولا وصل إليه القرآن. نعم. مسألة ولا يقيمه إلا الإمام، لا يقيم الحدود إلا الإمام، إمام المسلمين الحاكم أو نائبه من الأمراء الذين يؤمرهم على الأقاليم والجهات، نواب الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى إقامة الحدود، ويكل هذا أيضا إلى أمرائه في الأقاليم. ولأن تولي الإمام أو نائبه لإقامة الحدود فيه أمان من الحيف، فيه أمان من الحيف وضبط للعدل ومنع للفوضى، فلا يجوز لأي واحد أن يقيم الحدود. من صلاحيات الإمام، هذا من صلاحيات الإمام أو من فوضه الإمام وأنابه عنه. نعم. مسألة ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، لأنه حق لله سبحانه، والإمام نائب عن الله عز وجل، أختص باستبدائه كالجزية والخراج. الحدود منها ما هو حق لله عز وجل، ومنها ما هو حق للمخلوق، ومنها ما هو مشترك، منها ما هو مشترك، وعلى هي كلها حقوق لله، لكن قد يكون فيها حق للمخلوق أيضا، مثل القصاص، مثل حد القذف، هذا حق للمخلوق. أما حد السرقة، حد الزنا، حد الخمر، هذه حقوق لله عز وجل. نعم. لأنها تعد على حرمات الله، تعد على حرمات الله عز وجل، فهي حقوق لله، فيقيمها الإمام، لأن الله فوض إلى الإمام إقامة الحدود. نعم. مسألة إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. السيد ولي، ولي على الرقيق، فيقيم الحد على رقيقه ولا يحتاج أن يرجع إلى الإمام، لأنه راع ومسؤول عن هذا، ولأنه مالك لهذا العبد، فيقيم. ولقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على من تحت أيديكم، أو نحو من هذا. نعم. مسألة إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة، بالجلد خاصة. أما القصاص وقطع اليد فهذا لا يقيمه السيد، إنما يقيم الجلد، قوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها الحد، فإن زنت فليبعها ولو بظفير يعني حبل. ففوض إقامة حد الزنا إلى السيد، سيد الأمة. أما ما فيه قطع أو فيه قتل هذا لا يقيمه السيد، وإنما يقيمه الإمام، أو ما فيه. نعم. نعم. خاصة على رقيقه يقيم بقول أحدهم. نعم. وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. نعم. وقال ابن أبي ليلى الرق فقال الأنصار. نعم. وقال ابن أبي ليلى الرق فقال الأنصار
ولائدهم يعني مماليكهم في مجالس. هذا دليل على دليل عملي من الصحابة على أنهم يقيمون الحدود على مماليكهم، حدود الزنا نعم وشرب الخمر نعم. وروى سعيد أن الباطنة أدت جارية لها نعم. وقال أصحاب الرأي ليس له ذلك، لأن الحدود إلى السلطان، ولأن حدود الأصل أنها إلى السلطان، لكن إذا جاء دليل يخصص هذا الأصل تخصص، وقد جاء الدليل نعم. وقال أصحاب الرأي ليس له ذلك، أصحاب الرأي الذين يقولون بالقياس، أصحاب الرأي هم الذين يقولون بالقياس، فقهاء العراق ومنهم الحنفية، فقهاء العراق يغلب عليهم القول بالقياس نعم، ولذلك سموا أصحاب الرأي نعم. قال أصحاب الرأي ليس له ذلك لأن الحدود إلى السلطان. نعم صحيح، الحدود إلى السلطان، لكن إذا جاء ما يخصص ذلك عمل به، وقد جاء إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها نعم، وأيضا الصحابة نفذوا هذا وعملوا به نعم. ولأن من لا يجلد إقامة الحد على الحر لا يجلد على العبد الصبي، أو صحيح لا. على قياس مع الفارق نعم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ففوض جلدها إلى سيدها نعم. وقوله أقيم الحدود على ما ملكتم نعم رواه الدارقطني نعم. ولأنه يملك تأديبه وتزويجه إذا كانت ثمة، فمالك إقامة الحج عليه كالسلطان نعم. وفارق الصبي نعم. وفارق الصبي نعم. إذا ثبت هذا فإنه إنما يحل له إقامته بالجلد خاصة مثل حد الزنا وحد القذف والشرب نعم. فإن كان مقعد السرقة لم يكن السيد، لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط فقبض إلى الإمام نعم. وإنما ملك السيد الجلد لأنه تحت تأديب فهو لم يكن تأديبا نعم. وفي تقويضه إليه ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته، لأنه مال للسيد يبيعه يعني يشتريه، فلو فضح أمام الناس ما بغاه أحد نقصت قيمته نعم. فلأجل الستر عليه وبقاء قيمته صار سيده هو الذي تولى إقامة الحج عليه نعم. ولا يجب إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار، يعني مال السيد اللي يقيمه إلا إذا ثبت ببينة شاهدين أو أربعة شهود على الزنا أو شاهدين على شرب الخمر أو نعم أو القذف أو إقرار أقر نفس المملوك أقر بأنه شرب أو أقر بأنه زنا نعم. فللسيد سماعه وإقامة الحد به، وإن ثبت به هذا اعتبر حدودها عند الحاكم، لأنها تحتاج إلى البحث عن العدالة ولا يكون بذلك إلا الحاكم نعم. يعني إثبات الزنا عليه بالشهود يحتاج إلى المحكمة، لأن الشهادة لها شروط ولها اعتبارات ما تتم إلا عند القاضي، ما يملكها السيد، قد يكون السيد جاهلاً أيضاً ما يعرف هذه الأمور نعم. وقال القاضي يقول إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروط العدالة جاز أن يسمعها ويقيم الحد كما يقيمه بالإقرار نعم. إذا كان هو المحذور هو أن يكون السيد يجهل
حالة الشهود ويجهل أيضا نوع الشهادة، فإذا كان يعرف هذه الأمور فإنه يتولى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، هذا عام. نعم. فأما إقامته عليه بعلمه فنحن نأتي بروايتان. نعم. إذا كان يعرف أنه زاني، يعرف هو أنه زاني، أنه زنى أو أنه شرب، هو يعرف هذا، فهل يقيم الحد بعلمه أو لا بد من بينة أو شهود؟ نعم. فأما إقامته عليه بعلمه فأحمد فيه روايتان، إحداهما لا يقيمه بعلمه كالإمام، نعم، والثانية يقيمه لأنه ارتبت عنده مجال له إقامته كما لو أقر. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من عموم الحديث. نعم. ويختص ذلك بالمفروض القمة، فإن كان بعض الرقى لم يكن إقامة الحد عليه. مملوك القن يعني المملوك الخالص، فإن كان مبعضا بعضه حر وبعضه رقيق لم يملك السيد إقامة الحد عليه تغليبا لجانب الحرية. نعم. لأن الحرة إنما يقيم الحد عليه الإمام. نعم. وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كانت مملوك حرة تغليبا لجانب الحرية. نعم. مسألة: وليس له قبره في السرقة. نعم. لأن ذلك حق الله تعالى وهو حرمه إلى نائب الله سبحانه وهو الإمام. نعم. مسألة: وليس له قبره في الملكة لذلك ولا علم مكاتبه، لأنه قد انعقد بحقه سبب الحرية. نعم. مسألة: ولا أنه مزوجة، لما روى عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت تبعث من السلطان. لأن لزوجها حقا فيها، حق الزواج والمتعة. نعم. لقول ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت تبعث من السلطان. نعم. فإذا لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصفا على المحصن. بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وذلك 40 جلدة، 50 جلدة، لأن الزاني البكر عليه الحر عليه 100 جلدة، فيكون نصفها 50. وحتى لو كان الزنا، لو كانت سيبا فليس عليها رجم، لأن الرجم لا يتبعض، ما له نصف، إنما التنصيف في الجلد. نعم. ولقوله: فإذا أحصنا، يعني تزوج، عليهن نصف ما على المحصنة، والتنصيف إنما يتحقق في الجلد، أما الرجم لا يتحقق فيه التبعض. نعم. ولا يبعث له. نعم. وقد احتج به أحمد رحمه الله. نعم. مسألة: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فمتى زنى العبد أو الأمة جلد 50 جلدة سواء كان بفقين أو ثيبين. نعم. لقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. ثم قال سبحانه: فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن يعني تزوجنا عليهن نصف ما على المحصنات، يعني على الحرائر، لأن الإحصان له إطلاقات، يطلق ويراد به الحرة، ويطلق ويراد به المزوجة، ويطلق ويراد به المسلمة. نعم. نعم. ويطلق ويراد به العفة عن الزنا،
يطلق ويراد به العفة عن الزنا. نعم، كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات. الإحصان له إطلاقات، يطلق ويراد به الزواج المزوج، ويطلق ويراد به يراد به الحر الحرية، ويطلق ويراد به العفة. نعم، نعم، يجلد ما يجلد 50 سواء كان بكرا أو ثيب، لأن الرجم لا يتبعر. نعم، ولأن عدتها على النسب من عدة الحرة فيكون جلدها على النسب. نعم، ولا فرق بين العبد والأمة بدليل استقالة العتق، فالترصيص على أحدهما ترصيص على الآخر. نعم، مسألة، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. نعم، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. إذا ثبت الحد بالإقرار، ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه المقر سقط. يشترط في إقامة الحد عليه بالإقرار أن يستمر على الإقرار حتى يقام عليه الحد، فإن رجع سقط عنه الحد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم برجم ماعز وهرب أثناء الرجم قال هل لا تركتموه لعله يتوب يتوب الله عليه، دل على أن المقر إذا رجع يقبل إقراره في الحدود، الحدود خاصة، أما في الأموال وحقوق الناس فلا يقبل رجوعه، لا عذر لمن أقر، هذا في حقوق الناس، أما في حق الله فإذا أقر به ثم رجع يقبل رجوعه. نعم، لأن حقوق الله مبناها على المسامحة، أما حقوق الخلق فمبناها على المشاحة. نعم، مسألة، ومن أقر بالحلف ثم رجع وسقط. نعم، وذلك أن من شرط إقامة الحد في الإقرار البقاء على الإقرار إلى تمام الحد. نعم، فإن رجع عن الإقرار أو أراد كف عنه ولم يتبع. نعم، أما إذا ثبت عليه بالبينة فلا يقبل، لا ثبت عليه بالبينة يقام عليه الحد على كل حد. نعم، لما روي أن ماعز هرب فذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لا تركتموه يتوب يتوب الله عليه. نعم، قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال نعيم بن هزال هزال نعم وغيره أن ماعز لما أمر فقال له ارجعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. نعم، ففي هذا أمر الدلال على أنه يقبل الرجوع، ولأن الرجوع تدرى بشبهة والحدود تدرى بشبهات. نعم، فصل، ويبرم الجلد بصوت. نعم، نعم، ويبرم الجلد بصوت آلة الجلد التي يجلد بها صوت، يعني عصا، عصا متوسطة، عصا متوسطة. نعم، ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق، لا جديد، لا صوت جديد لأنه يصير قاسي وموجع، ولا خلق لأنه ما يؤلم وقد ينكسر، يكون صوت متوسط بين الجديد وبين القديم الخلق. نعم، لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تكسر رقبته فقال بين هذين
رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وروي عن أبي هريرة مسندا. وقد روي وقد روى علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. ضرب بين ضربين، بين الشديد وبين الضعيف، توسط، ضرب متوسط، لأن المقصود تأديبه وليس المقصود قتله. نعم. وقد روى أبو داود نعم، إذا كان حديث عهد بالإسلام يعذر بالجهل في رمضان وفي غيره. نعم، وش اللي يخص رمضان؟ نعم. فضيلة الشيخ، الحدود تترى بالشبهات، نأمل الإيضاح معك فيه. إذا كان للعاصي شبهة، إذا كان له شبهة، كان قال: أنا وطأت هذه المرأة ظان أنها زوجتي، هذه شبهة هي تسقط عنه الحد، لأن هذه شبهة قريبة، يعني يمكن أن تحصل. أنا ما تعمدت أن أزني بها، لكني ظننت أنها زوجتي، هذه شبهة. نعم. فضيلة الشيخ، هل على الكافر إذا قتل مؤمنا أو قال أنا شربت هذا المسكر، ما ظننت أنه مسكر، حسبه ماء أو حسبه عصير، ما ظنيت أنه مسكر، هذا أيضا يعذر. أو قال: أنا مكره، أكرهت على شربه، أنا أكرهت على شربه، فإذا دلت القرينة على صدقه فإنه يقبل، يدرى عنه الحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل على الكافر إذا قتل مؤمنا خطأ يتم كفارة، وهل يلزم بالكفارة أن يحاسب عليها في الآخرة فقط؟ الكافر إذا كان ملتزما لأحكام المسلمين طبق عليه، مثل إذا كان جاء إلى بلاد المسلمين للعمل أو دخلها بالأمان وهو يعرف نظام الإسلام ويعرف العقوبات التي تطبق، فإنه يحكم عليه بها. أما إذا كان ما التزم، كافر لم يلتزم، فهذا لا يقام عليه الحد. نعم. قال المؤلف: وليس له قتله في الردة لذلك. ليس للسيد قتل مملوكه في الردة، لا يقيم عليه حد الردة، كما أنه لا يقيم عليه حد السرقة. هذا إلى الإمام، هل لأنه يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إلى أيضا تحقق من واقعه، هذا لا يؤتمن عليه السيد، إنما هو من صلاحيات الإمام. القتل في الردة والقطع في السرقة، هذا من صلاحيات الإمام. نعم. قضية الشيخ، هل هناك مصالح تبرر عدم إقامة الحد؟ أي ادعى إيش؟ هل هناك مصالح تبرر عدم إقامة الحد؟ ها؟ أي ادعى؟ نعم. أي ادعى إقامة الحد من الحدود على شخص معين أو في وقت معين فيه مفاسد فتدرى بعدم إقامته؟ نعم.
إذا كان ترتب على إقامة الحد مفسدة أعظم، فالمفسدة العظمى تدرأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ابن أبي، لم يقم الحد على ابن أبي في قذفه لأم المؤمنين، لأن له جماعة وله ناس يثأرون له وعندهم حمية، فلو أقام الحد عليه حصل مفسدة أعظم، لذلك لم يقم الحد على ابن أبي مع أنه أقامه على غيره من المسلمين. درأ هذا من أجل درء المفسدة العظمى. كذلك إذا كان المسلمون في الغزو في بلاد العدو، المسلمون في الغزو في بلاد العدو، إقامة الحد على أحد الجنود يحصل فيه مفسدة، يحصل فيه مفسدة، فلا يقام الحد في هذه الحالة. كذلك السرقة في وقت المجاعة، السرقة في وقت المجاعة إذا كان فيه جوع شديد لا يقام حد السرقة في هذه الفترة لأجل الشبهة في هذه الأمور والضرورة إلى أنه يأخذ ما يبقي عليه حياته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع إقامة حد السرقة في عام الرمادة، يعني عام الجوع. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صالح الإنسان شخص واعتدى عليه في بيته وعرضه ثم قتل هذا الصائم، قتل ثم قتل هذا الصائم، فهل على القاتل شيء أم يجب عليه أن يدفعه بالتي هي أحسن؟ هذا يحتاج إلى تحقيق، وإلى ولا كل يبي يدعي أنه صائل عليه، يمكن يعزمه يبي يكرمه علشان يقتله ويقول صائل عليه، من يثبت أنه صائل؟ لو يفتح هذا الباب حصل مفسد. فالأصل إقامة القصاص إلا إذا تحقق أنه صائل، إذا تحقق أنه صائل كان له عادات ومعروف أنه يصول على الناس، هذا نعم يصدق الله من قتله في بيته. لكن إذا كان ما هو من عادته الوصول على الناس ولا عرف بهذا الشيء وادعى عليه أنه صائل عليه، ما يقبل منه، لأن يعني هذا معناه الغيلة، قتل الغيلة، يعزم الناس ويقتلهم ويقول صائلين عليه. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، إقامة الحد على العاصي أو يستر نفسه ويتوب إلى الله؟ الحد لا يقام إلا إذا بلغ الحاكم، أما إذا لم يبلغ الحاكم وتاب إلى الله بما بينه وبين الله فهذا هو الواجب وهو الأفضل، الأفضل أنه يتوب ويستر على نفسه، لكن إذا بلغ الحاكم فلا بد من إقامة الحد عليه حتى ولو تاب، يقام الحد عليه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. نعم. لماذا في الوقت الحاضر لم نعد نسمع عن القسامة؟ هل شروطها متعسرة أم أن هناك سبب آخر؟ هو لازم تسمعون عنها، تقام القسامة الآن، أقيمت كم مرة وأنتم ما تدرون عنها. نعم. وكذلك الحال بقطع يد السارق رغم كثرته. ما سمعت بهالأسبوع قطعت أيدي 3 سراق؟ الحمد لله على هذه النعمة. فالحدود تقام ولله الحمد، هو لازم تسمعها، هي تقام والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا سرق الإنسان مرة أخرى وثالثة ورابعة وقد قطعت يده اليمنى المرة الأولى، فكيف يقام عليه الحد؟ تقطع في المرة الأولى يده اليمنى، وفي المرة الثانية تقطع يده اليسرى، المرة الثالثة تقطع رجله اليمنى، المرة الرابعة يحبس، ما لأنه ما لو قطعت الرابعة رجله الرابعة ما صار له شيء يمشي عليه فيحبس. وبعضهم يرى أنه يقتل، بعضهم يرى أنه يقتل في المرة الرابعة،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا له حكم الصائل الذي لا تردعه الحدود، هذا له حكم الصائل يقتل. نعم، مثل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى 4 مرات فالذي يراه شيخ الإسلام جمع أنه يقتل. وفي حديث أيضا إذا شرب 4 فاقتلوه. نعم. هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم ويرى ما فيه المصلحة وما. نعم. هل لهم القتيل الذين يقتلون 50 يمينا يقول الحاكم 50 شخصا أم شخص واحد يقسم 50 يمينا؟ وإن كان لابد من 50 من أهل القتيل فهل يشترط لهم شروط من عدالة ونحوها؟ يقسم المدعون 50 يمينا، ولو كان المدعي واحدا يقسم 50 كلها، إذا كانوا 2 تقسم عليهم على 50 50، 3 تقسم عليهم على حسب عددهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قول المؤلف عن الإمام إنه ناسب الله وعن الله خليفة الله الإمام؟ الحاكم لا شك أن الله أنابه، إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فلا شك أنه الله أنابه في ذلك ووكل إليه تطبيق هذه الأحكام لهذا الاعتبار. أما ينوب عن الله في تدبير الكون وفي هذا، لا، هذا كفر. اللي يعتقد أن فيه أحد ينوب عن الله في تدبير أمور الكون والخلق والرزق والإحياء والإماتة كما يقوله الصوفية وغيره والقبوريون، هذا كفر بالله عز وجل. الله لا ينوب عنه أحد في ملكه، لكن الله فوض إقامة الحدود وتطبيق الشرع إلى أنبيائه وإلى خلفاء الأنبياء من ولاة الأمور بهذا الاعتبار. نعم. ولا يجوز أن يقال خليفة الله، وإنما العكس، الله خليفة، الله هو الخليفة سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله خليفتي على كل مسلم، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الله هو الخليفة. نعم. نعم. ما هو الصحيح أو الباطل من أقوال أهل العلم في من قتل نفسه فقط هل تجب عليه كفارة مولاه؟ نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم عليه كفارة لعموم الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فيدخل فيها قاتل نفسه. نعم، خطأ. نعم. وقيل للشيخ الآن يقول الجن إن حيثران مريض ويسبب ذلك أن يجلون قد يمر ويدخل المستشفى، على أي ذلك تمر في الشرع؟ ما هو صحيح هذا. الجلد يقام بسياط يتفقدها ولي الأمر والموكول إليها، هذا يتفقدها قبل إقامة الحد، ولا سمعنا أن أحد يدخل المستشفى بسبب إقامة الجلد عليه، ما سمعنا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ، المعارف يحضر إقامة الحد مندوب عن المحكمة ومندوب عن الهيئة إذا كان يتعلق بالهيئة، ويتفقدون هذه الأشياء. نعم. ولا سمعنا والله الحمد أن أحد يدخل المستشفى بسبب إقامة الجلد عليه. نعم. فضيلة الشيخ، في المعارك قد يتسبب الإنسان بقتل أصحابه في المعركة أو قتل أناس فلا يراهم، فكيف يكون الحال خاصة إذا كانت معارك بين المسلمين؟ معارك بين المسلمين ما تجوز، هذا بغي ولا يجوز. لكن إذا كان القتال بين المسلمين والكفار وقتل مسلما خطأ يظنه من الكفار فهذا فيه الكفارة وليس له دية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان من قوم عدو لكم، إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، ما فيه إلا الكفار ولا فيه دية. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان
يقول مرقاب الدراسة بإطلاق بدل بهم في غير اتجاه لإلهام النصوص، وما يكتشفون بعد ذلك أن هناك قتيل على أي في هذه الحالة يكون المرقاب إذا ثبت أنهم قتلوه. هذا يرجع إلى الإذن لهم، إن كان مأذون لهم للولي الأمر بإطلاق البنادق تخويفا للمجرمين، مأذون لهم بهذا فلا يضمنون معه. أما إذا كان ما هم مأذون لهم ممنوعين من هذا يضمنون. نعم. قضية الشيخ للقسامة إذا حدث ارتياب القتيل على شخص بقتل شخص آخر، وأنكر الشخص الذي ادعي عليه نيامه بالقتل مع وجود عداوة، هل له أن يحلف 50 يمينا؟ لا. إذا حلف المدعون لا يسمع من المدعى عليه شيء. إذا حلف المدعون يقام عليه القصاص، ولو كذبهم قال ما هو صحيح وعندي اعتراض وعندي كذا ما يقبل منه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم يحلف 50 منكم على واحد منهم ندفعه لكم برمته. إذا تمت الأيمان 50 فإنه يقام القصاص على المحلوف عليه والمدعى عليه ولا يقبل منه أي اعتراض. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطباء مصطلح يسمون به ما أرادوا ويقولون حيوانات منوية، فما الحكم في ذلك؟ امر سهل، في حيوانات منويه وش فيها؟ نعم. قضيه الشيخ، اريد ان انتقل من منطقه الى منطقه اخرى اي قرب اهلي، وهناك رجل يريد ان يتوسط لي ويقوم مبلغا من المال مقابل خدماته واتعابه، حيث ان النقل لا يضر احد، فما الحكم؟ هذا لا يجوز، لانه يحتمل أن المبلغ يكون رشوة، الرشوة حرام، وإن لم يكن رشوة فهو في مقابل شفاعة، والشفاعة لا يؤخذ في مقابلها شيء، الشفاعة لا يؤخذ في مقابلها شيء، لأنها عمل بر وإحسان لا يؤخذ في مقابلها شيء. نعم. فهذا على كل حال ما يجوز، لأن هذا إما رشوة وإما في مقابل شفاعة، الشفاعة لا يؤخذ في مقابلها شيء لأنها عمل بر وإحسان. نعم. فضيلة الشيخ، ما المراد بقول سهل في الحديث المتفق عليه فدخلت كلمة لهم فركضتني ناقة من تلك الجيل؟ الحديث المراد بالقسامة. إيش؟ ما المراد بقول سهل في الحديث المتفق عليه فدخلت كلمة لهم؟ مربد. المربد مكان جمع التمر. المربد المكان الذي يجمعون فيه التمر سمى المربد. نعم. وركضتني يعني رفست ورمحت. نعم. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.